كنت بتقولي ان صلاح كان يعني كنا بنتكلم في البدايه يا دكتور ان صلاح ممكن يكون اخذ اصلا الفيروس قبل ما يجي مصر. دي حقيقة. ما انا بقول لحضرتك هو صلاح اسيمتوماتيك، ما اشتكاش من اعراض. يبقى طالما ما اشتكاش من اعراض يبقى احتمالية، في كذا احتمال. احتمال ان هو الفيروس ده واخده من فترة طويلة، والجزء الريمننت بتاعه ده هو ده اللي ادى الإيجابية في التحليل او في المسحة. ممكن قبليها باسبوع، قبليها باسبوعين، انت ما تقدرش تحدد. ما هناك برضو في اختلاط، وفي لعيبة من كل الجنسيات، ده بيروح المنتخب بتاعه وده بيجي وبيقعدوا مع بعض. فممكن وممكن يكون خده من اي طريقه، وهو المناعه بتاعته ما شاء الله كويسه. في ناس كتير قوي مننا بيجي لها الكوفيد ده ويمشي ما حدش ياخد باله منه، لان المناعه بتاعتك سيطرت. وزي ما قلنا ان الفيريولنس نفسها بتاعت او اللي بنقول عليه القدره الفيروس ان هو يظهر اعراض مش موجود، هو ضعيف بحيث ان هو ما ظهرش اعراض على اللعيب الفلاني او على الشخص الفلاني. طب يعني خلينا نقول بقى ان صلاح في العزل دلوقتي. تمام. هو اختار الجونه طبعا صلاح، يعني ايه اختار مكان يعزل نفسه جو فيه دافي، حاله. ما ده صح، خلي بالك. ما هو ده يعني علميا صح انه يروح يقعد في جو دافي. احنا لسه بنقول هل في اوروبا يختلف عن اللي في مصر؟ لا، في الجو نفسه، الجو اللي بيختلف. هو مجرد ان هو يستريح وياكل كويس، ياكل دايما خضروات. انا يعني بنصحه بقى ونوجه له، طبعا اكيد اتوجه له الكلام ده من الاطباء اللي حواليه، انه ياكل كويس، ياكل كميه فواكه كتير، ياكل خضروات كتير، يشرب سوائل كتير، ياخد الفيتامينات بتاعته، الفيتامين سي والزنك والكابر، كل دي حاجات بتساعد ان المناعه تعلى ويقدر يقاوم الفيروس. وبعدين طالما هو احنا بنقول ما بقاش فيه، ما فيش اعراض، يبقى الفيروس بتاعه حتى لو هو بوزيتيف فهو ضعيف. وعشان كده دايما هم بيقسموا العزل في الكوفيد، يعني في واحد يعزله مثلا 8 ايام، وفي واحد يعزله 4 ايام، وفي واحد يعزل 14 على يوم حسب الاعراض. على حسب الاعراض طبعا، وعلى حسب هل ده وصل للصدر ولا ما وصلش. لان هو اخطر حاجه في الكوفيد ايه؟ اللي هو يوصل للصدر، يوصل للرئتين. ف بتختلف. وهو الكلام اللي بيتقال عن الكوفيد ان لو انت 4 ايام ما فيش فيهم حراره، ما فيش فيهم اعراض، يبقى انت خلاص بقيت ده كده ممكن كل المصريين يكون جالهم يا دكتور. دي حقيقه، بتبقى انت فري. يعني هو حتى ان في ناس اثبتت انها جالها كوفيد وبالصدر، ولا اثبتت باشعه الصدر، الاشعه المقطعيه، وبالتحاليل، ان في تحاليل معينه بتتشخص يقول لك ده انت عندك كورونا من غير ما نعمل اشعه صدر، من غير ما نعمل مسحه، انت خلاص بقيت عندك كورونا. انا عندك الاعراض، وصوره الدم ليها صوره معينه بتظهر فيها، بنحلف ان ده ايه، ده كورونا من صوره الدم بس. طيب خليني اسالك يا دكتور، اللاعب اللي بيصاب ان الموضوع الفيروس يوصل له للرئه، تمام، طبعا العوده عوده للملاعب مره اخرى اكيد بيبقى ليها تاثير كبير على اللاعب في العوده. لا، هي بتبقى اصعب. لو وصل للرئه بيبقى اصعب، وبيقعد فتره طويله. يعني لحد لما، وده اللي بيتعمل له بقى اشعاعات متكرره مقطعيه على الصدر عشان تشوف حاله الصدر ايه. وفي الحاله دي يبدا طريق طبيب الامراض الصدريه يقول له لا، انت دلوقتي تنزل تتمرن لما تختفي الصوره اللي هي بتبقى موجوده في الاشعه. وفي الغالب الصوره بتبقى موجوده في الاشعه دي بتاخد وقت طويل، محدش يقدر يحددها، ممكن تقعد شهر، شهر ونص، شهرين. ده بالنسبه للي حصل له ان الفيروس وصل للرئتين يعني. لكن فكره الوقت نفسه ممكن ياخد قد ايه مثلا يا دكتور لحاجه زي كده؟ يعني انت دلوقتي كلاعب تبقى تمام، عايز تنزل بسرعه، وعايز تبقى او الفرقه نفسك او مدربك بيبقى عايزك تبقى متواجد بسرعه، تقريبا بتتراوح لو وصلت ما انا قلت لحضرتك هي ليفلز. يعني انت مثلا، انا اثبتت العينه او المسحه اثبتت ان انا عندي كورونا، بقعد 4 ايام مفيش حراره، مفيش وجع في الجسم، بعمل صوره الدم. هو الفيصل خلي بالك في الحاجات دي او التتابع بيبقى عن طريق صوره الدم، وبيبقى عن طريق حاجه اسمها سرعه الترسيب، وحاجه اسمها السي ار بي. دول اتظبطوا خلاص، ممكن دي تاخد 3 4 ايام، ممكن واحد تاخد اسبوع. لكن حتى المريض اللي جاله انفكشن واثبت ان هو عنده كوفيد، ده ماكسيمم بيقعد 14 يوم في البيت، عزل 14 يوم، ده المريض العادي. ف
فبالك بقى في الرياضي. صحيح. الرياضي بيقعد اقل لان مناعته احسن، الاعراض ما فيش اعراض او الاعراض بتختفي، صوره الدم بتتحسن بسرعه. في الحاله دي يقدر يسمع، يقدر ينزل يتمرن ويعمل زي ما عايز. جميل.